بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم حكمت لكم بالقبي مسعود. سي مسعود بالقبي من سكان حي حي واو على المدينة. ها واش اللي قصدتو؟ يور ستوري توداي. واش اللي قصدك اليوم؟ اليوم من كل يوم الواحد عنده قصة. فهمتوا اليوم عندي حتى قصة. قريت الصباح وضل العشية وقصر قريت قريت في المدرسة الخاصة لهذاك شبه الطبي. واش اللي سبيسياليتي؟ واش اللي تقري؟ تقري بعض المواد الخاصة منها مواد نظافة الاستشفائية، الصحة العمومية وبعض الامراض. قال لي برا ثاني كاين هذاك اللي اسمه هذاك كل واحد اختصاص. اكيد ايه انا بالاخص الامراض واش تخرجوا بالاوبئه. ايه هذو اللي تقريهم واش يخرجوا؟ يخرجوا مساعدين تمريض. وكاين في ثاني تقري في الشبه الطبي ومطلوبه هذه اليوم كما يقول لك مطلوبة. وين؟ على مستوى العيادات الخاصة، على مستوى المستشفى. قد يديروا دراسة هذه؟ هذا ما يديروا عامين، وكاين اللي في الشبه الطبي، كاين اللي يديروا 3 سنين، وكاين اللي يديروا 5 سنين. واش يدخلوا ليها؟ كيما هذو يدخلوا هذا نتاع في الخاص يدخلوا في الترمينال. علمي؟ مع ترمينال هذا. أي ترمينال؟ إيه. علمي ولا؟ هذا كان مهم ترمينال، سنة ثالثة ثانوي. هذه من ناحيه المستوى. ايه اما في الشبه الطبي يدخلوا بشهاده البكالوريوس. شبه طبي في الشبه الطبي المعهد الوطني. يدخلوا بال والمعهد هذا اللي درستوا شو يقولوا له؟ شو يقولوا له؟ هذه المدرسه الخاصه. مدرسه خاصه المستقبل. وين جايه؟ جايه في حي سونيتكس داعسي شاد. كان من قبل هو تقاعد. قبل التقاعد كان مدير معهد. كان مدير معهد شباب. ثم وراء شاد هذا. دوك هو اللي بعد هذاك. عنده هو تجربة في هذا الميدان. هي تجربة وحتى هو فاتح المدرسة. هو فاتح المدرسة وحتى الجماعة اللي قروا تما كل الناس تجربة. لا هو قداه ما يفتح هذه المدرسة. هو ذكر في داخل في 5 سنين ولا 6 سنين. ثم خرج خرج قداش يفوت؟ المئات ولا عشرات غير قول مئات. ولا يخدم يسمى هي وطنية ولا خاصة غير لا هي الحاجة المهمة فيها أن الشهادة هي شهادة من عند الوزارة. تخرج من عند وزارة الصحة. صحيح. شهادة من عند. اللي قراوا لهنا يجوا من قداش من ولا غير من ديجا في الولاية تاع المسيرة لهنا يجونا من سيدي عيسى من بوسعادة من كاين الانترنا ولا ما كاش كاين اللي يجوا الصباح ويروحوا العشية. كاين اللي يفكروا يسكنوا يدبروا سكنة يفكروا سكنة. انت على حسب رايك وحدك تقري ثما الاجهزة ولا التعليمية ولا متوفرة ثما؟ متوفر. شوف هنا ماذا بينا يعني كنت جيت طرق سيارة ثما تشوف أنواع التجهيزات. كيف يقولوا تعذرك مش تعذرك ايه تجهيزات كل وسائل لا ميزاجور كاينة. كل وسائل تاع التطبيقي موجودة ثما. الله كل وسائل التطبيقي موجودة. ايه دوك وين نرجعوا لك هاك انت تقري له ساعة في الأسبوع؟ حوالي 12 ساعة. 12 ساعة حوالي 12 ساعة على حسب الظروف. باسكو هنايا اصلا متقاعدين دي فوان ماهيش قضية مادة. ماهيش قضية مادة. قضية انك كما يقول لك في الدنيا هذه تخدم على نفسك. كاين ثلاث حوايج يخدموا عليك في الحياة. يا روح علمهم شكون هما؟ قال لك صدقة جارية. ذرية صالحة يدعو لك والله علم تنفع به غيرك. ان شاء الله يا ربي. فهمتني؟ ثم انت راك هاد المقاييس هادو هادو هما المقاييس ماهيش قضية مادة. خاطرش انا دوك عندي التقاعد تاعي. ما عدا هذا رانا في زوج متقاعدين واش دير؟ ما عدا انك تروح تخدم الوقت الفارغ تاعك كيما دورك مثلا. الوقت الفارغ تاعي ساعة نقعد في الدار شوية فيسبوك الناس يوتيوب. لا لا واش دير؟ عندي محيط تاع سجرات. جارديناج ولا شوية جارديناج شوية
بريكولاج وتقعد برا هنا كيفاش تسافر ما تخرج تشرب انت القهوه ولا تسافر الجماعة لهنا وخلاص. هذا هو المتقاعد. نحيي كل مؤمن فعل الخير. يا ربي يسرك انت. كل مؤمن فعل الخير. بارك الله فيك. هذا هو تحية تاعي، ماهيش خاصة بفرد، خاصة بمجتمع. إن شاء الله. مجتمع هنا نتمنوا يكون فيه مجتمع صالح يخدم البلاد. والفايدة. صيد اليوم. ها؟ صيد اليوم.